صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع البنك الشعبي الموريتاني. بنشوفك توفى وانتو مالوك، خلو الشوفة توفى هتعالى عن أخوك، وعرف بنشوفك توفى وانتو مالوك، خلو الشوفة توفى خلو الشوفة توفى. السلام عليكم. برنامج الشوفة توفى استطاع حتى الآن الحمد لله أنه يثبت أنه قادر على الصلح بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل فريق البرنامج، وبفضل طيبة وحسن نية الناس اللي تقدمت كاملة البرنامج. طبعا هذه حلقة جديدة نسعى من خلالها على أن نوفر الشوفة بين الأشخاص اللي استخدموا البرنامج كوسيلة للصلح. الليلة كباقي الحلقات عندنا شخص بطل شجاع قرر أنه ينهي الشوفة بينه وشخص آخر، لين تابعوه. والله جاي زين عندي البرنامج شوفة توبة، هاي وجاي عندي صديق وصاحبي هامنا شوفتنا توبة هامنا ذاك بينات من الشوفة كامل توبة خلوا الشوفة توفى. مشاهدينا الكرام، تعرفتوا معنا على الشخص اللي مستضافين الليلة في الجزء الأول من حلقات من حلقة الليلة من برنامج الشوفة توفى، هو الخامس والعبد الله. الخامس طبعا قرر أنه يكسر الهجار بين هو وأخو وصديق. نتمنى طبعا على هذه الحلقة تحقق ذلي دور الخامس وذلي دور فريق البرنامج، نرى فكرة البرنامج. لاهي نرجع لاستقبال الخامس والعبد الله بعد فاصل إعلان خلوا الشوفة توفى. من المراعي الوطنية وبأياد وطنية خالصة وبمعايير عالمية وجودة عالية، ها هي الوطنية للألبان توفر لكم اللبن الطازج، اللبن بكافة مشتقاته، عصائر صحية بعدة نكهات وأحجام وأشكال مختلفة. وفي جميع أسواقنا نوفر لكم ألبان وطنية ومشتقات مختلفة بأسعار لائقة. الوطنية للألبان، قصتنا في جودة منتجنا. صابرك راب كيت بيك كوشات المام نافعين شي ألو كنت قلت من يا أبا وهاي جاي الطفل ما في الحساسية بيا له كوشات والله عندي ذنك بقدر راحت هيك مع الله قلنا شيء عدى منك وشاسلو صرتك بعد انت صرتي انا عنك الا عندي لك مفاجأة يا الحساسية اللي وفات من عاد بنيو انا نجات لنكوش امهات الاطفال اعرفوا ان اللي قال له مشكلة كوشات انحلت من نجات لنا وشارين صناعة أمريكية آخر تكنولوجيا ضد الحساسية ضد الصيون وضد الرائحة. وبالنسبة للناس الكبار الرجال والعليات عندنا هم ما ديكوش ولا هم منفوش ماما أنا دوش من الفضاء ما يخارك لكن أنا ما يشتك بطن من الوتوبة بوش من الفضاء أنا دائما عاونك بالدار ما قريتيني كادو في حياتك كادو؟ أنت شاكني ما ترى روشن بابا أنا دول وتر حزرك لا تنعطل أنت ما قطيتني كضو في حياتك كضو؟ أنت شاك عني ما تلو الله شنو يا أنت دمانك وعد
تطلب عني دائما اعاونك ومات ما قضيتني كادو في حياتك تمول كادو انت شاك عني ماتر والله شنو هي ما تدري شنو قضيتها شنو هي انت انا تبع ماله انت ما فتعلم اه ما فتعلم كادو لا عند ماتر ايه مع برنامج الوفاء كادو ماتر اجمع نقاط كادو مع كل استهلاك عدلته مع ماتر حولهم شهر دقائق رسائل والله كونكسوه مجاني الاشتراك في برنامج الوفاء كادو ماتل دير النجمة 190 والمربع مع برنامج الوفاء كادو ماتل وفاءكم يكافئ عارف عن اخوك وعرف اني شوفك اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الشوفة توفى رحبوا معايا بحرارة بالسيد الخامس والعبد الله وعليكم السلام ورحمة الله مرحبتي بك الخامس شو ما سمع رمضان إن شاء الله لباس بارك الله الحمد لله رمضان كريم لنا وعليكم ولا جميع المسلمين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الخامس طبعا مشكور على ثقتك في البرنامج وأنك استخدمته كوسيلة يبتني الخلاف بين أكثر شخص آخر طبعا هذا هو عدل برنامج الشوفة مرحبا بكم سيدة أعطيني شوي معلومات عن القصة و سبب الخلاف والله سبب الهجار اللي احنا انا عندي زميلي صاحبي وصديقي حتى والله قاع احنا خوت حطينا قاع مرحلة احنا عندنا خوت لا حكما كيف شرابين في خيمة واحدة القصة لا قط جيباني انا هو شوي بسيط الرواية قاع كارهة قاع هات رواية كبيرة جت بين اسمع هو اخويا ابنن تو قط ليلة مشى شرب ليلة بدون قطعات وتأخر عليه الوقت ومعاها الأسرة وأنا دانا مولي ساكنة في بلاد بعيد ونشتغل وجاني وتلفل لي وقت متأخر حوالي واحدة وذا قال لي عني جي شو البلد اللي هو فيها البلدات بعدين بين مقاطع يقول ملح البلد يقول إلى بلد صبخة ذيك عني جي ونمشي بيها منهم وتقدرت له لأني بعطاك وقت فترين وقت متأخر صابق طالع ولأني ما عندي بعطي الوقت ذاك الوقت اللي مشي شهره واسي انا قاع فانا قلت له قاع ماني واسي قاع نور يشوفه عاديه به اللي ماني واسي قاع انها روايه اكبر من قدها قام هو صقع وهرى الحقد فيه بريده بعد من زقع ولين الصبح تلفنت له يا والي قاع لهي تعمق قاع في الروايه وعدل عنها سمعت حقيقه انا ذات وقت كان وقت متوخر وكان موقف محرج بالنسبه له انت بالنسبه لك انها لا احد يدور الى حق حد ايه والله وهو رواية وانا هو فعلا صاحبي حتى هو يم اللي قال لا في كنت وبقيت فيها حتى من تالي ورست ولانه لا ترى قبل ياسر من الأولاد ما استقبل مني لأن نقدوني جابرو اللي نسقري هانا عن وقبل منهم أقبت أنا قاع وفيت أنا رواية ومالي وهي شو عادي وخاض مني قريب مني ما يسلم علي هو كان أنا هو ما نفتصله لا حكم الساكن معاي يو خلق دي مني ما نسال ولا يسلم علي جو ليش قبت انا مولي كرت راسي زي ما نين نعرف قاع شنو وجهة نظره هو يا والي تجيب برنامج شوفة توفى سميتني زيان عندي شفت البرنامج شوفة توفى هذا وزيان عندي حتى زيان عندي وكنت متابع وذا كان توفى ترميتني جيت لسمي جهاز فيديو توفى طرحت عليه مشكلتي انا وذا الاخ طرحت عليه وقلت له عندي لهين جي هذا البرنامج زين عندي ولا يجي وعندي زميل قلت له شايف عندي شوفه متين ابو بحر يقول اختار قلت له توفى شوفتنا الليله ان شاء الله يا رب هذا هو برنامج جاي انا عليه برنامجهم مرحبا بكم مسهلا نشكر الخامس سمعت. طبعا احنا نتمنى ان شاء الله ان الشوفه توفى بينك وهو وطبعا راجعينها كاملين على توفى شوفه بيناتكم طبيعه البرنامج على انك تقيس الاستوديو الاخر تقعد فيه توقف فيه عندك كم شاشه تسمح لك انك تشوفه هو اللي مستقبل مرحبا خلوا الشوفة توفى اتعالى عن اخوك واعرف ان الشوفة توفى وانتوبة المركزية للتوزيع مواد غذائية متنوعة ألبان سكر دقيق بالإضافة إلى أشوة أنواع الأرز المحلي والخارجي حليب جاف
ألبان مركزة، ألبان بجميع الأحجام، بجودة أوروبية مضمونة. تجمع لكم كافة ما تحتاجونه من مواد غذائية بجودة عالية وأسعار لائقة. المركزية للتوزيع، نحن الأقرب إليكم. المركزية للتوزيع قرب مسجد المغرب، شارع التجار. من قلب الصحراء وفي ضواحي النشاب، نعمل بكل جد ونشاط لنخرج لكم من الأعماق طيبة. ولأننا نعرف قيمة الماء، نحرص بأحدث المعدات والخبرات المتجددة والمراقبة المخبرية حتى نوفر لكم ماء زلالا، ماء صحيا لكل عائلتكم، لنوفر لكم طيبة بجودتها العالية وبأشكالها المختلفة وأسعارها اللائقة. ولتعرفوا قيمة الماء لا بد أن تشربوا من طيبة. لحياة أفضل، اشرب الأفضل. بأيادي وطنية مخلصة وبخبرة عالمية متطورة ونزولا عند رغبتكم، ها هي مطاحن الساحل بمنتوجها الجديد. قدم لكم مطاحن الساحل أجود أنواع الدقيق. الساحل دقيق فريد للحلويات بأشكالها وأنواعها، سهل المزج والخلط، لذيذ الطعم والملاق، مزيج بين الجودة والذوق الرفيع. الساحل متوفر في جميع الأسواق. مطاحن الساحل، الجودة والمذاق الرفيع. مسحوق سابا. يعود سابا بقوته المعهودة. سابا سريع المفعول واقتصادي أكثر من غيره. المسحوق الأكثر فعالية برائحته الفواحة وبمحافظته على لون الملابس. بعد القضاء على الأوساخ والشراثيم، يترك سابا رائحته زكية في كل مكان من البيت، وقدرته الفائقة على إزالة البقع. سابا فعالية فريدة بثمن أقل. عارف عن بخوك وعرف اني شوفك. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سابق الفاصل كان معنا شخص يسعى لينهي الخلاف بينه وشخص آخر، وطبعا موجود معنا في الاستوديو الآخر، لذلك لنستقبله. رحبوا معي بحرارة بمحمد والأحمد سالم. مرحبا بك محمد. مرحبا بك. يا مرحبا بك. شو ماسين أحوالك؟ ما شاء الله. شو ماسين الصوم؟ ما شاء الله. ما شاء الله. صيام الحمد لله مبارك، الحمد لله شهر مبارك، الحمد لله. الحمد لله. الله يجزيك. محمد
قول لي يدين يقول لك حد على انه تقريبا شايف يعني شيء وراش والله تقول تشايف شيء لحد شنو الشيخ اللي بخلي هذا من برايك كان مهم عندك من الناس تسامح والله لا رواية عادي حد يخلي يدخل تسامح صفة زينة من صفات حسنة ما خالك حمد ما أخطأ ويسامح سامح صفة زينة صفة زينة الحمد لله خصوصا أننا مسلمين الحمد لله والتسامح قاع دين دين تسامح ونص أصلا الدين على الناس تسامح والشيء محمد نقول لي أنت إيش تعدل أنا تعدل الكهرباء كهرباء ما شاء الله كهرباء كريم شنو أكثر موقف قط خلعك في الشغل أكثر موقف قط خلعني في الشغل موقف كنت طالع بداية بداية كرة كهرباء وخلق معصف بداية الفوق ذاك الوقت أنا خلعت يا غير الحمد لله قد سيطرت على بعض الحمد لله على السلام طبعا شغلة في مجال الكهرباء شغلة خطيرة غير ما مصيوب عنها مولي الله يحفظنا ويحفظكم يا ربي دائما من كل بأس محمد طبعا عندك علم على انك جاي البرنامج قالوا برنامج الشوفة توفو وهذا البرنامج يسعى دائما انه يوفي الخلافات بين الناس اللي ما قدت تجاب اللي اياك تنهيها ما هو في البرنامج والله حد منها ما ابغى يجبر له خذ الله ما قد يستنت له يعطي البرنامج فرصه انهم يجابروا ويسامعوا ويوفوا الخلافات بينهم من رايك كانك في تخمامه كرقاج معين قد يقعد هو المعيط له أرواقيش أرواقيش ياك منك من الخاسر حد لا ما شاء الله ما أنا من الخاسر باين عليك باين عليك إنك طيب الحمد لله الحمد لله الناس قد خلق لي ياسر من دمور شي منهم رابطوا شي يعني رابطوا توقع قدر من الناس قد يعني قد يقعد معيط لك الليلة الشخص المعيط لك الليلة طبعا قد يقعد من ضمن الناس اللي انت متخمم منهم قد يقعد هم المعيطين لك لهي تخرص معي الشاشة اللي قدامه يظهر لك في راك ان شاء الله الشخص اللي مستضافك اللي معيط لك الليلة اللي اياك يعتذر لك عن خلل والله خطأ قد خلق بينك انت وهو فهمت وفهم غلط والله تسرعت في انك تقبل من عنه انطباع محمد هذا الخامس والعبد الله صاحبك ما من الناس اللي ما نتوقع عنه ما كنت تتوقع عنه من الناس اللي معي طالع ما كنت تتوقع عنه ما كنت تتوقع عنه بي اللي بالنسبة لي أكثر من أخ بيه اللي ما نتوقع منه قاع النعود هو هو اللي معي جاتلي بالنسبة محمد خامس كان معي بارك سابق الفاصل سابق غيط لك ورد علي خلاف الشركة كتوه اللي خلق بينكم وجاي ياك يعتذر عنه وياك يجدونه ونفس التأثر اللي عندك بارك عنده هو اللي تكلم لي عن العلاقة اللي كانت بينكم كوخوت وأصحابكم الحمد لله عشرة عمر ولا يبقى فرط فيك الصحبة ولا يبقى فرط فيك الخاوة اللي كانت تشاركوا ذيك المناسبة قرر انه يجي للبرنامج تشاوه التوهو تماك تعاطيه الملقى قاع ياك قد يشرح لك ياسر من الروايات هذا كان قد هو جيني انا بالدار ومستامحه قاعدون عنه هذا اكثر من اخ صديق انا كان قد هو قاعد يجيني انا يعتذر لي دون عنه شايف عليها ضربتين عندك حتى
اللي شايفني ما هو شجاع بالنسبة لي. ما هو شيء بالنسبة للصداقة كانت بيناتك؟ بالنسبة للصداقة كانت بيناتك. يا غير هو بالنسبة للأخوة كانت بيناتك. هذا أنا ما هو إيش؟ هذا أخ وصديق. لقهم شيء ربنا يعود بسيط ما هو. يا غير طبعاً اللي يعود يدخل فيه الشيطان، اللي تعودوا كلكم دخل فيه الشيطان من جهة، أنت من البداية أنك شفت عليه هو شيء، وهو مدير أنك عدتوه خاوة من حلانة تسلم عليه ولا تتكلم له داخله مدير هو الشيطان من ناحيته. هذا كان هو يا تعود جاني أنا وشرحوا لي يا مردة بسيطة وليش شيء الحمد لله. إذا بالنسبة لي أنا قاعد وفات عندي ذاك الوقت يا غير بقيت شايف عليه هو انه ما جاك وسقراك ولا نعثك على انه ما جاني ولا سقراني. هي تقدر تعود مردة بسيطة يا غير بالنسبة لي انا ما اتوقعها منه عني دهنا عياط صاحبي نفس الوقت والله في الوقت قاع يسوي شنو يعود لي سقرين محمد شوف انت مرده باقيه فيك لهالدرجه. هذا طبعا معناه على الخامس مهم عندك، وكان ما مهم عندك تعدلها روايه عادي وتخليها تتخطى. والخامس جو عيط لك انت في البرنامج معناه على انك مهم عنده، قلت لك انك مهم عنده، ما يسعد انه يسقريك ويجي البرنامج قدام الجمهور وقدام المشاهدين ويرد لمده خلقت بيناتكم ويقول انه معتذر وانه معتذر عنها باطل وانه اسف على هذا اللي خلق كامل. فهمتني محمد؟ اذا خامس لعد كنت شايف عليه شيء راهو جاك، لعد ما جاك في الدار راهو جاك في بلد اكبر من الدار وعم والناس اللي تتابعه اكثر اياك يعتذر لك. لعد الاول شايف عليه، وطبعا ما خارقه صحبه ما تدخل فيها الارياح، لا خارقه علاقه سويه شيء ما يخلق فيها خلافات. يا غالي تسعد مبادره من حد يسقري، وهو يعدل احسن مبادره قد حد يعدل لها يسقري حد انه يعيط له في برنامج قدام الملا ويعتذر له ويقول له انه مسقري. طبعا كنت مالك مهم عنده ما يعدل. والله الا حاج ما يا غير هل كنت واسع عنه ولا قاج ما هو بالنسبه لي هو قلت لك عنه. انا فاهم هذا عينك عليه، انا فاهم انه اخوك انك ما كنت تتوقع قاع على قد يخلق بينكم مشكله للدرجة، ولا تتوقع انكم تقدروا تصطلحوا في برنامج بيكم اللي تقدروا تسجلوا بوسيله اخرى. غير هو حاول انه يجبرك وانت ما اعطيته المرقى وعدته اخاف ما تسلم عليه وما تفهم اي طريقه قد يجبرك بها حسب القصه اللي روالي لك، معناه انه ما تلقى قدامه مواد الوسيله اللي هي. وعموما ذا كامل يصب في مجراه واحد الا انك تستقري عليه وانه معيط لك وانه مسقريك فيه سبب منين عادت. راجل يعني تعود احسن بليده بالنسبه لك ياك يعيط لك فيها، وراجل يعني انك تم الله عليك انك الحمد لله راجل متعدل، راجل مسلمين، احنا مسلمين الحمد لله، خلافات يا خلق يوفى وكل شيء يوفى ان شاء الله. وطبعا انا اسعد من الشوفه توها بينك تو الخامس وترجعوا اخوت واصحاب كيف ما كنتوا، ترجع علاقتكم اقوى، كلكم يحسن الظن في الاخر، كلكم مدي وسع اخلاقه شوي ثم كنتوا صيام ذيك الساعه. الساعه ما كنا صيام يا غير. تمركم ضرب ما نتوقعوا منه توف، ما نتوقعوا منه. محمد انا ما نتوقع منه. هو لو اخوه غيرك شنتين صداقة شنتين حق بعض لأنه شخص ضايق فيك قد يعدل لك شي ما همونك عندك شي ما همونك عندك. هذاك الشخص اللي قد يعود عدله قاعد بنية سليمة والله ما هو داير في شي خاص. يعني أنا يقول لي أنا عدلت خطأ اعترف بخطأ اختارك أنا في إنسان خويا يا وراعي قال هذا في ما تيتعدل بارك راني راعي عيط لك الليله وقال لك انه عدل خطا وانه معتذر لك وانه اسف على هذا اللي خلي متى اخوكم وصدقه ترجع كيف ما كانت والله احسن ان شاء الله. تعود ما تدخلها الارياح من جهه وتعودوا عدتوا ورد الحمد لله كلكم يعرف عن انه باصل الاخر بيجي ظاهر من تاثرك ظاهر من عينك على الخامس مهم عندك وظاهر من مجيت الخامس للبرنامج على محمد المهم عنده. اذا هاي العلاقه ذكي قوتها وذكي في زينها ما يعطي تخسر ان شاء الله. اي طريقه تقدر توفى بها يا اختي توفى بها وراجع نعلنها توفى الليله ان شاء الله. محمد مصفي النيه للخامس ان شاء الله مصفي النيه الله يشافيك.
خلال هذا البرنامج راه مصفي. الله يجازيك. اذا استطعنا نكسروا هجار الحمد لله لوذ من تشهر بين اخوت واصحاب ما كان يعرف يخلي لاهي عايز خامس طبعا هي راح شوفه توفى هذا اللي خلق الدور تكلموا فيه الكاميرا رانا ندور ان شاء الله نجابروا فيه ان شاء الله ان شاء الله مشكور الخامس والعبد الله على ثقتك في البرنامج انا شاكركم وشاكر زميلي سيدو الحامدين وعلى هذا البرنامج الزين الله يجازيك سمعت شاكر وحتى وشاكرك انت ذاته شكرا جزيلا للمشاهدين شكرا الله يخليك الله يجازيك بالاحسان مشكور طبعا على دقتك في البرنامج ومشكور الاخ محمد الاحمد سالم على طيبتك وعلى طيبه قلبك الحمد لله وراجعين على كل حلقه توفى شوفه صح من الشوفة توفى وانت وعيد